يعني هل أتتوقع أن هناك سيناريو أن تستخدم إسرائيل أسلحة نووية؟ هل ستقبل الولايات المتحدة بهذا الأمر؟ هذا أمر محتمل. إن القادة الذين يحكمون إسرائيل هم متطرفون، وبالتالي ليس من المستبعد بل من الممكن أنه إذا ما بدأت صواريخ حزب الله بالانهمار على إسرائيل، وإذا ما رأت إسرائيل أن إيران هي المسؤولة عن هذه الصواريخ الإيرانية، يحتمل إذن أن تستخدم سلاحا نوويا ضد إيران. هذا أمر محتمل بالفعل. هل تعتقد دكتور أن إسرائيل قادرة على تحقيق هدفها؟ قادرة على التخلص من قطاع غزة نهائيا، الإجهاز نهائيا على فكرة المقاومة، حماس والجهاد إلى آخره؟ هل هي قادرة بهذا الدعم الأمريكي أن تصل لمثل هذه الأهداف؟ دعونا نكون واضحين، إن إسرائيل في الوقت الحالي لا تحاول القضاء على حماس، هي تقوم أو تحاول القضاء على الشعب الغزاوي. 1,200,000 مواطن، نصفهم أطفال، يقتلون بشكل مستمر. هذه ليست حربا ضد حماس، هذه إبادة جماعية بحق شعب غزة.